مساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله وليلة جديدة من أحلى الليالي ليالي الكويت. أكيد مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير غادة. مساء الخير. مساء الورد. شنو؟ ليش صار؟ ليش سكت فجأة؟ ليش سكتت؟ أنا قلت مساء. هذا عندنا اليوم أزهار و ماخذ قلبك الورد عشان كذي ياسمين الجميلة. هذا مقدم من الشيخة طبعا انتصار سالم العلي الله يعطيه العافية. تفضل. يا سلام. شو يا محمد سواها تو قبل شوي. شنو قاعد تسوي فينا مقلة؟ لا غادة يلا استاهلين. بس وقفت. لا استاهلين. لا بس انا صراحة اتمنى للامانة مشاهدينا انه يكون الشاشة فيها ايضا الروائح تصل، لان هالياسمين هذا من اروع ما شمينا. جميل جدا وتحسينه فعلا يعني فريش. عشان كذي اليوم انا منسجل. شوف سكتنا شوي يهدي الاعصاب. ترى لازم هدت اعصابي اليوم اكيد. عشان شي ما نطق اول ما بلشنا مشاهدين. اكيد اهم شيء ان انتم اخذتوا ورود، انا ما اعطيتوني ولا ورده ولا شيء. انت صح كلنا وانت كريم واحنا نستاهل. وانا اخذ حق نفسي. مشاهدينا مثل ما قلنا لكم راح تكون معانا الشيخه انتصار سالم العلي. طبعا هي صاحبه مبادره النوير اللي كلنا سمعنا عنها وكلنا عارفينها. صار لها 3 سنوات هذه المبادره وفعلا طاقه ايجابيه قاعد تشع بارجاء الكويت بكل مكان. فيعطيها ألف عافية على هذه المبادرة الجميلة، وراح يكون برفقتها إن شاء الله رئيسة الحملة أو هذه المبادرة السيدة جاية كروشليك، وراح يكون معها أيضا السيد دارين هيل من أستراليا وهو خبير استراتيجي. طبعا هذا الشخص من أهم الخبراء اللي عطى دورة اليومين اللي طافوا، وهو عنده طبعا كتب بست سيلر مكسرة الدنيا بكل مكان. راح نتعرف أكثر عليه. بس كذي غادة، حتى يعني حلو انك تسمع ان هالشيء موجود بالكويت، بالاضافه ان عندنا مخترع كويتي صغير يعني تميز انه هو فاز على 40 دوله وحصل على المركز الثاني، وكانوا مشاركين في اكثر من 1000 اختراع. يعني هذا شيء يعني يرفع الراس صراحه. نوجه له تحيه حقيقيه. دبلومه مالته نفتخر في هذه الميداليه اللي حصل عليها. هاي الدبلومه هالصوب شيمان، بس هالصوب اذا مخرجنا الملا بس إيه الله يعطيك العافيه. اهم شيء اصابي طالع وانا مجروح. سلامتك. اكيد الف مبروك. اكيد ولد الجيماز ناصر الجيماز نوجه له تحيه حقيقه. ونفتخر فيك انه يكون شاب حقيقه صغير عمره 17 سنه ينافس على مستوى في محافل عالميه. كان اصغرهم. كان اصغرهم ما شاء الله. فتحيه لك، عسى الله يحفظك لاهلك ان شاء الله، وان شاء الله نشوف وللكويت اكيد.
اكيد انت شبيك اليوم؟ انا مع الورد اليوم. فاكيد عسى الله يحفظه، اكيد نفتخر فيه أكيد. واكيد مبخره لنا كشباب. مو بس شيء المبخره، ايضا ان عندنا هم من اول كويتيه تترأس جمعيه تعاونيه شيمة العنزي. طبعا يعني هذا شيء هم من فخر أكيد. يعني اكيد للامانه انا انصدمت، يعني ان اعتقد ان هالدومين هذا حكر للرجال. نعم. فجميل جدا انه يكون عندنا رئيسه لجمعيه تعاونيه، وانتم عارفين يعني الجمعيه التعاونيه في المنطقه تقوم بواجب اجتماعي مهم جدا، فراح نتعرف عليها اكثر أكيد. ونهنيها بهذه المكانه أكيد. الحلوه اليوم. يعني قدمنا زياره حلوه اسره فريق عمل ليالي الكويت، لان الملحن والموسيقار الكبير اللي لحن النشيد الوطني واحنا نتغنى فيه تقريبا حوالي 38 سنه، الملحن والاستاذ الكبير ابراهيم الصوله، اليوم كانت لنا زياره هناك، واللي سبقنا معالي وزير الاعلام ووزير الدوله لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وهذه مو غريبه على عودته من رحله العلاج. الحمد لله على سلامته ان شاء الله، واكيد راح نشوفك ان شاء الله. ان شاء الله. خلونا مشاهدينا نبدي معاكم حلقتنا الليله وفيها العديد من المواضيع المتنوعه، فخلكم ويانا تابعونا. أستاذة شيمة العنزي أول امرأة رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية، حاصلة على ماجستير قانون وحالياً باحثة دكتوراه. الأستاذة شيمة العنزي بعد قليل. حصلت على الجائزة الفضية في الكلاس في. المخترع الكويتي ناصر الجيماز حصل على جائزة معرض جنيف للاختراعات. ضيفنا في ليالي الكويت بعد قليل. الدكتور حمد رشيد وزوجته الدكتورة سعاد الزيد يتحدثان عن مسيرة زواجهما السعيد وكيف نجحا معا وأسسا شركتهما الخاصة في مجال التدريب والتطوير. الدكتور حمد رشيد والدكتورة سعاد الزيد غدا في ليالي الكويت.
حياكم معنا من جديد مشاهدينا. وكنت قاعد أفكر بالأغنية اللي اختاروها فلامينغو الحين I believe I can fly. أكيد إذا أنت كنت مؤمن بشيء معين تقدر بقوتك وأيضا بتركيزك أنك توصل لأعلى القمم اللي أنت حاب أنك توصل لها. هذه قدرة إنسانية الكل عنده منها، لكن المهم أنك تنشط نفسك شوي علشان توصل للمستوى اللي أنت تبيه والمكان اللي أنت حابه. اليوم راح نتكلم عن النوير، والنوير عرفنا هذا الورد الكويتي الجميل الأصيل. راح نتكلم عن هذه المبادرة الإيجابية مع طبعا صاحبة المبادرة الشيخة انتصار سالم العلي. مساك الله بالخير وحياك الله معنا. مساك النور والنوير والنوير كني بداية تخربط. يعطيك ألف عافية وشكرا لوجودك معنا، وشكرا لوجود ضيوفك أيضا الكرام. مشكورين على الاستضافة. مشاهدينا مثل ما قلت لكم في البداية راح يكون معنا طبعا الخبير الاستراتيجي الأسترالي دارين هيل، وهو طبعا أشهر من نار على علم في العالم كله. وهو من الناس اللي فعلا محاضراتهم يمكن ما تحصل لك فيها مقعد واحد، والشيخة ما قصرت جابت لنا بالكويت واستفاد كل اللي حضروا أمس وأول تمس محاضرات الجميلة وأيضا ورش العمل اللي قدمها للحضور. اليوم خاصين يناكم مو السبت؟ لا السبت والأحد. والأحد ان شاء الله عليك يعني بسرعة جيتي هني. أنا توقعت أمس خلصتها. لا اليوم خلصنا الساعة 5. Thank you very much for being here with us. This is your first time to visit Kuwait. It is my first time and it's been fantastic. I've had such a bit hot. No, it hasn't been too hot at all. I've really enjoyed it. حلو. زين الحمد لله. Everyone's been warning me of how hot it's going to get, so I think I've come at the right time. Yeah. Thank you for being with us. And also we have معنا طبعا السيدة جايا كروشليك وهي مديرة حملة النوير، وراح نتكلم طبعا النوير هذه المبادرة صار لها 3 سنوات. راح نتكلم معاها عن اللي بدأوا فيه واللي وصلوا له. شيخة نبتي مع حضرتك ونتكلم عن أهمية هذه المبادرة بالنسبة لك، يعني أنت دؤوبة جدا ونشيطة جدا وحابة تنشرين النشاط والإيجابية لكل الناس. شهر 3 صار لنا 3 سنين، لله الحمد لله الحمد. بدينا نشوف تأثير المبادرة بالكويت وخارج الكويت، وايد عندنا متابعين من خارج الكويت، بس خلينا نتكلم على الكويت. بدينا نشوف كلمات صارت خلينا نقول دارجة، اللي هو الإيجابية، التفاؤل، النوير. صار يعني مرادف النوير حق الفرح والسعادة والإيجابية. اللون الأصفر صار في ترابط ما بين اللون الأصفر والسعادة، يعني هذا كله صار عقب ما بدينا، فهذا شيء جميل. يوم عن يوم قاعد نشوف أن في فهم أكثر حق شنو معنات إيجابية، فهم حق المبادرة شنو الهدف منها. قاعد يتغيرون الناس شيئا فشيء. حلو. بس بلا شك ان اللي يتابعون واللي قاعد يفهمون شنو النوير، في مرات ناس تحس بسعاده، بس ماكو مشكله، خلي السعاده مو غلط. بس بدوا الناس تفهم ليش لازم نكون ايجابيين، شنو الهدف من الايجابيه، ليش المفروض نطمح نكون ايجابيين وليس مثل ما يقولون بعض الناس واقعيين، عشان مرات الواقعيه تكون مرادفه للتشاؤم. بس طاح الوضع شلون صاير؟ زين هذه يسمونها واقعية، أنا أسميها التشاؤم. الوضع بعيوننا، ولكن متى ما صرنا إيجابيين قدرنا نغير ولو نحدث فرقا ولو صغير، ولا نسوي شيء. غير لما تكونين مشلولة وسبة أنت قاعد تشوفين الواقعية أو الجانب كشيء سلبي. السلبي من هذا سؤال حلو والله يا شيخ. ايش رايك نسال دارين عن موضوع الواقعيه وايضا السعاده او الفرح؟ Is it possible to be realistic and also happy and positive in the same way? نكون واقعيين ومتفائلين في نفس الوقت بالتاكيد. I think that in actual fact it makes it easier. من السهل أن تكون سعيدا، فالسعادة هي شيء خيالي وأنت تحمله معك في كل يوم، إنها عقلية وفكرة. ومن المهم إن أردت أن تكون سعيدا أن تكون واقعيا بالنسبة للمستقبل الذي تريد تطمح إليه.
يقول البعض أن الواقعية شيء سيء وعليك أن هذا أمر غير مناسب لك ولا تكن واقعيا وكن محالما. هناك بعض الاختلاف بالنسبة للواقعية والتشاؤم. هذه تكون واقعية وأن تكون عملي وأن تفهم وتشعر بالعالم حولك. فالعالم الحقيقي أن الناس يصعبون الحياة لي وأني مهما عملت فأني لا أحصل على نتائج إيجابية أو جيدة. أن الواقعية قد يكون هناك شيئا مختلفا سيحصل لي. أن تكون واقعيا هو أن تكون من يمارس الاحتمالات والإمكانيات. شكرا لك. هذه السنة الثالثة لك وأن تقومي بهذه الحملة الكبيرة العظمى. منذ بدأت حتى الآن ما هو الفرق بالنسبة لك وبالنسبة هذه المرة الثالثة بالنسبة للمؤتمر؟ وركزنا هذه مرة على سيكولوجية أو الإيجابية وشرحنا للناس ما هي فوائد الإيجابية والتفكير الإيجابي وفوائده وألا نركز على مواضيع معينة. وبعد سنتين من النجاح تعمقنا أكثر وركزنا على موضوع واحد وهو يتعامل مع النزاع والصراع في حياتنا. والله صراحة زادت الستراجلز بحياتنا هاليومين هذه. ففعلا الناس محتاجين. كان المفروض تحضرين المحاضره ورشه العمل. اي maybe you can give me some advice on struggle and how to fight the struggle. كيف نتغلب على الصراع في الحياه؟ And everybody in the world now. الجميع في العالم. It's very hard world. انه عالم صعب جدا ان نعيشه. العالم يسرع أصبح يتطلب منا وزاد التوتر بالنسبة للأعمال وبالنسبة لوسائل الاتصال الاجتماعي والثورات القائمة بالتكنولوجيا. لم يصبح من السهل الآن بدء عمليات العمل التجاري الآن. إن التكنولوجيا الحديثة قدمت لنا أشياء إيجابية كثيرة وليست أشياء صعبة. إن الإيجابية التي تحدثت عنها ألا نكون متشائمين. ما لدينا هو لدينا خط بما هناك أمور بالإمكان أن تحدث هناك أمور قد لا تحدث. من المهم جدا في لغاتنا أن علينا ألا نصارع أو نقاتل الصراعات بل علينا أن نعيشها بإيجابية. فهذه كثير من الضيوف في هذا البرنامج لديهم صراعات وصعوبات وهذا ما ننظر إليه. ولكن إذا سألنا أنفسنا عندما تحدثت سألت مديرة ما هي الأشياء في المؤتمر ما هي الأشياء التي تفخرون بها لم يتكلموا عن الأمور السهلة. يعني ما كان أحد كتب والله أعظم شيء سويته بحياتي أني نمت شهر ولا أني قعدت ما رحت إجازة سنتين. Sorry, I'm just saying that no one said they slept for a week or no one said I just sat on the couch and watched TV. أني جلست على الأريكة وشاهدت التلفزيون. You shouldn't do that. Well, you shouldn't watch it. Like, come and watch it for an hour, like or 2 hours. It's fantastic. رائع أن تشاهد التلفزيون لساعة أو ساعتين ولكن للأسبوع أن تشاهد التلفزيون الأسبوع شيء غير جيد. Is having a guest come on and like Zaid who was one of the speakers who's the first Arab to climb the seven great mountains in the world like it's all about struggle and that's المواضيع كلها تركز على الصراعات والنزاعات.
ونحن نحتاج إلى صراعات في حياتنا حتى نشعر بالنماء. متى يستسلم الإنسان؟ متى يقول أني مستسلم؟ بعد أن يجرب الإنسان جميع الإمكانات وجميع الوسائل والطرق. الاستمرار مهم في أن نستمر ونستمر ونستمر في المحاولات. فمن الصعب جدا أن نجرب نفس الأشياء ونحصل على نتيجة مختلفة. اقتراحي هو ألا تنسحب ولا ألا ينسحب الإنسان عن أهدافه، ولكن عليك أن تحدث بعض التغييرات. قد تبدأي عملك التجاري وقد يفشلي وتخسري، ولكن هناك فرصة أخرى وتغيير نوع التجارة. لديك كتاب وهذا الكتاب عن التعامل عن يتكلم عن الصعوبات والتعامل معها. هذا الكتاب عن المدراء والسيدات المدراء والتعامل مع المواقف الصعبة. وأن المواقف الصعبة تكون حتمية. فهناك رئيس في الفرقة مثلاً، فرقة الموسيقية، ها هو. في أحياناً قد يكون له نقاشات أو جدل بين أفراد الطاقم. أحدهم مثلاً. أعتقد أني أعرف من هو الشخص. لابد أن يكون هناك شخص صعب في هذه الفرقة. هذا الكتاب يساعد المدراء أن يجرون حوارات إيجابية. قد يكون هناك جدل، ولكن من الممكن السيطرة عليه. قد تكون هناك بعض الحوارات التي تؤثر على العلاقات بين الناس. كانت الندوة عن ماذا؟ ما معنى إنها ظاهرة في البيئة، سواء كانت في البيئة بحرية أو أرضية. قد يكون هناك انفجار، سواء كان بالنسبة للانقراض أو لتطور المخلوقات. أو بالنسبة للبيئة البحرية، حيث يوجد الشعاب المرجانية والأسماك. فهناك تأثيرات علينا سواء في البيئة البحرية أو الأرضية. هناك صعوبات تواجهنا في البيئة، فعلينا أن نتأقلم معنا. فهناك السلالات من المخلوقات التي تتعامل مع البيئة حولها، فهي تغير سلوكها حسب وتتكيف حسب البيئة التي تعيش فيها. فسواء كان الأشخاص لديهم أعمال تجارية أو أيا كان، هل تخبريني عن الندوة والورشة التي قمت بها؟ كيف قمت بتقسيم بينها والأسماء؟ لديك أسماء كثيرة قدمتيها للكويت. هذا قدمنا متحدثين اثنين في هذه الجلسة. لكل متحدث لديه ورشة وندوة. لقد كانت الندوة من 45 دقيقة وكانت مركزة جدا، وكانت الأخرى من 3 ساعات ومركزة جدا.
إن كانت ندوة أو محاضرة فأنت تقضي وقتا كبيرا في الورشة مع المشاهدين مع الجمهور. أنا أعطي الناس أفكار وعن الأفكار وعن الأشياء المتغيرات السريعة. وفي الورشة بالنسبة للثقافة الصعبة والصعوبات في البيئة وما إليها. وأردنا أن نلغي بعض الخرافات بالنسبة للصراعات بأن نكون عدوانيين. الحقيقة أن النساء يكرهون بعض الأمور عن الرجال بالنسبة للخشونة. حتى لما نقول خشب الخيزران نقصد أنه إن كان قوي ولكنه مرن، ولكن عندما يجف هذا الخيزران فبالإمكان كسره. تحدثنا عن طرق كثيرة في بناء ثقافات صعبة وقد تكون مجنونة. فبالنسبة للتغيرات السريعة بالعالم والمجنونة في هذا العالم، أهم ما خلاك تركزين على مسألة الإيجابية، شو اللي شفتي ناقصنا بمجتمعنا الكويتي وقلتي لا أنا لازم أبدي بحملة للإيجابية والطاقة الإيجابية؟ راح أقول كلمة واحدة وهذه موضوع حملتنا الحين، التذمر وعدم عدم المسؤولية عن اتخاذ أي شيء. فيشوف الزبالة قدامه مو أنا قاطها، يشوف شيء غلط قدامه مو شغلي، بنفس الوقت يتحلطم. مو هذه ثقافتنا؟ خلنا نقول ثقافتي أنا قبل ما أشوف إن الإيجابية تعطيني دافع إني شفت زبالة شيء جزء منها ولا ما تحلطم. عرفتي؟ فأنا هذا اللي خلاني أبتدي إني شفت وايد ناس مو عاجبها الوضع وهم يشوفون الشيء من جهة وأنا أشوف من جهة ثانية. أنت تبين الكل يشارك، لا تقعد مكانك وتتحلطم. أو لا شوفي، يعني تسوي شيء ولا ما إذا مو شغلك عين مو شغلك تماما. أما أني أنا قلت المسؤولية عليك هذه نوع من السلبية. مثلا البرنامج مو حلو، شلون حكمت على البرنامج مو حلو؟ هو قاعد يشوفه من وجهة نظر وأنا أشوف من وجهة نظر ثانية. برنامج مو حلو، عندك خيارات، قول حق المعدين البرنامج ناقصة كذا وكذا. ولكن مبهم هذا نوع من السلبية. مثلا البرنامج مثلا الناس ناقصة موسيقى، ناقصة حوارات أحسن وتحديد. هذه أنا أعتبرها نوع من المشاركة. أما أني أنا أحط مبهم وأقول بس هذا الواقع، هذا اللي خلاني يعني صارت حديث بيني وبين شخص كان يقول هذا واقعنا، أنت ما تشوفين واقع، ما تشوفين الكويت قاعد تطيح؟ قلت لا ما أشوف الكويت قاعد تطيح. بعدين اكتشفت أنه هو يشوفها من منظوره السلبي، علشان العلم أثبت الإنسان إحادي التركيز، يا يشوف الأشياء بطريقة سلبية يا إيجابية، ما يقدر يشوف الاثنين. فأنا كنت أشوف لا، الكويت زينة، فيها شباب زينين، فيها قوانين قاعد تسن، إذا ما قاعد نتبع الحين قاعد نتبع جزء منه الحين وراح نتبعه باكر. ما في قانون تسنينه وتنطرين الناس كلها تتبعه بنفس يومه، يبي لنا وقت نتأقلم عليه. فأنا كنت أشوفها بالجانب الإيجابي. هذه وايد حلوة بعد، يا ريت نسأل فيها السيد دارن. أن شيخ انتصار is saying that a person maybe is a monothinker. أن الشخص قد يفكر في شيء واحد ويفكر أما أن يكون إيجابي أو سلبي. لقد تحدثنا هذا في هذا الموضوع اليوم في ورشة اليوم، كيف أن أحيانا نهج التفكير أو الثقافة للإنسان هو التفكير لجانب واحد وليس الجانبين. هل بالممكن أن يشاهد الإنسان أو يشعر الإنسان بجانبين؟ أعتقد أن عملنا هو أن يرى الناس الجانبين.
you almost can never not see that other side. And so I think that the work that these guys are doing is just أن ما يقومون فيها زميلاتي عمل ضخم جدا وكبير وحيث وسلوك الناس في الشوارع وباستخدام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي هنا في الكويت أو في الشرق الأوسط. يقول البعض أن وسائل الاتصال الاجتماعي تنشر السلبية، هل هذا صحيح؟ أعتقد أن الناس هم الذين ينشرون السلبية عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي. لست متأكدا أن السلبية تهتم بأي وسيلة من الوسائل الإعلامية. قد يكون حوارا بين الناس. لدينا أعتقد أن لدينا خيار في التواصل فيما بيننا، سواء عبر الهاتف أو وجها لوجه، فبإمكاننا نجعل الأشخاص يشعرون بأن يومهم سيء أو يومهم أحسن وأفضل. أنا أحب أن يكون يوم الإنسان جيد وسعيد. لدي قول في الكويت أن إذا أردت أن يزيد وزنك فعليك أن تزور الكويت، فهذا المكان والطعام أنه خارج السيطرة. الأكل والطعام في الكويت خارج السيطرة. سأعود إلى بلدي وأقوم بتمارين كثيرة لأخفف من وزني. ما راح باجي مطاعمنا. لا لا لا، عندي في البيت وفي المؤتمر. لا المؤتمر كلنا حلو، في البيت عندي أكل وايد أكيد لبيب. إنزين شيخ انتصار، عندك أفكار حق المؤتمر القادم؟ يعني تناقشتي مع قاية. تونا اليوم خالصين. Literally four hours ago. Be positive and think for the future. Already we have ideas here. فكري في المستقبل. بالتأكيد سيكون هناك مؤتمر ومتعلق بالإيجابية، ولكننا لا نكشف الآن عن أي شيء أو أي موضوع. بالنسبة حقي، هل المؤتمر اللي فرق بينه وبين المؤتمرات الاثنين اللي قبل، مؤتمرات اثنين مثل ما قلنا شوية مبهمين، هل مؤتمر موضوع واحد وشلون تتغلبين عليه؟ فكان كله شلون الصراع يخلق النجاح. الصراع شلون تتأقلمين معه، شلون تتقبلينه، شو الأدوات اللي تحتاجينها علشان تغيرينه من شيء منبي إلى شيء مفيد. راح يزورنا في مؤتمرات قادمة، شلون كان تفاعل انت بالنسبه لك انت يعني شلون لقيتي؟ Will you invite him again? I think I'll go on a diet before I come. اذا دعتني مره اخرى ساقوم بعمل رجيم before coming to Kuwait. قبل الحضور الى الكويت. الطعام لذيذ جدا. Well, thank you very much. Thank you. Thank you for being here with us and thank you for visiting Kuwait and we hope to see you again. امل ان نراك. شكرا جزيلا شيخ انتصار لوجودك معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، ودائما لما نشوفك نبتسم صراحه. ان شاء الله لازم هذا الحين القانون يصير قانوني. شكرا لك وحياكم الله. ثانك يو جايا. ومشاهدينا راح نشوف هذا التقرير مع زميلنا محمد الوسمي ونرجع نكمل بقيه، راح ننتقل له، هو موجود هناك، خلونا نروح نشوفه. الفنان حمد المانع بدأ مشواره مع الغناء سنة 2000 واستمر في صعود سلم النجاح. ما
لا تبتعد أرجوك. ويهدي ليالي الكويت أحدث كليب جديد له. انتظروا حمد المانع معنا في ليالي الكويت مساء الأربعاء. الجامعية المكتشكن. بس طريقة كلام ما تقلدين الغرب فيها حتى برامجك. Oh my God لازم. لجأتي بعد هالمشكلة إلى طبيب نفسي. طبيب نفسي عشان صرت متعقدة. أنا عندي مشكلة أكون ماما أنيسة يوم من الأيام. أنتي طيب ما قدرتي تربينا شلون عيل. نعم. على طفل. نعم مخرجنا وينك هذا ليش تسمح له يقول شذي كلام؟ تابعوني مع عبد الله بليالي الكويت very soon. تحية لكل من يتابعنا في تلفزيون دولة الكويت وتحية للزملاء في استديو ليالي الكويت. اليوم معنا لقاء استثنائي مع ملحن وموسيقار وقام حقيقة كويتية هو العم إبراهيم الصولة اللي رجع حقيقة من رحلة علاج يوم أمس اللي احنا الملحن والموسيقار الكبير إبراهيم الصولة تغنى فيه كل أهل الكويت خصوصا من قبل 38 عام تقريبا لأنه هو الشخص الوحيد والكويتي الوحيد اللي لحن النشيد الوطني. عمي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك من الشر طول عمرك بارك الله فيك. شلون صحتك الحين؟ الحمد لله رب العالمين على كل حال الحمد لله الحمد لله. يقولون أن الفنان والملحن دائما يمرض ولكن لا يموت. ليش وقفت أنت الحين ماكو تلحين؟ والله يا أخوي حكاية ليش وقفت من عن التلحين هذا فيه أشياء كثيرة وكلام كثير وفي وراها أشياء كثيرة الواحد لا مجال للكلام فيها لكن إن شاء الله يصير عندنا لقاء آخر في التلفزيون وهذا وقعد معاكم ونبين كل الأمور. فالحمد لله أنا صحتي طيبة وبخير والحمد لله مثل ما يقولون القصن يكبر ولا يموت الحمد لله رب العالمين. احنا الانسان يعيش حياته ويتفائل والتفاؤل هو علاج كل شيء. دائما خل املك كبير بالله سبحانه وتعالى وخلك مع الله انت تنجى يعني. احنا نقول اكيد احنا كلنا متفائلين ما دامنا على الارض على هذه الارض الطيبه بقيادتها الحكيمه وايضا حكومتها الرشيده وشعبها الطيب. لكن عمي قبل كنت تعزف كونتر باس ولك في حفلة شهيرة صارت على مسرح الأندلس الفنانة فايزة أحمد قديمة بالكويت الحين وياها ولا لا؟ فايزة أحمد توفت من زمان لكن العزف لا الكونترباس من زمان أنا تركته يعني من حوالي 30 سنة فتفضيت فرغت نفسي للتلحين وكنت مسؤوليات الإدارية كذلك أصبحت غير كنت رئيس لقسم الموسيقى فما كان عندي المجال يتسع لي اني امسك آلة موسيقية مع الفرقة ولا هذا فكنت مشغول في الشؤون الإدارية والشؤون الفنية واعمالي الفنية كذلك والحمد لله يعني الامور كلها مشت مضبوط. فترة الكونترباس لما كنت في ذاك الوقت عازف موسيقي مع الفرقة الموسيقية زاولت الآلة اللي انا درستها لكن لما تنبهت لشغلة قلت أنا ملحن يعني الكونترباس هذا ما راح يدوم لي أنا أحتاج لآلة العود أكثر من في كل شيء في عملي فكملت السنوات العالية الدراسات العليا بالعود وتخاخت شهادتي بالعود فالحمد لله رب العالمين هذا خدمني وأنا رب العالمين بفضل من الله سبحانه وتعالى خدمت مجتمعي وأهلي وأهل بلدي والمجتمع في الخليج العربي والحمد لله بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يقولون دائما أن الفن بس بالزمن الجميل الحين ماكو فن ماكو تلحين. لا هو الإنسان هو الإنسان الإنسان هو الإنسان لكن الزمن يتغير
والأجيال تغير من جيل إلى جيل، وكل جيل له ذوقه وكل جيل له اتجاهه وكل جيل له اتجاهاته. فالآن حتى يعني الأجيال الموجودة عندنا وأبنائنا بالأسف حتى كلامنا اللي احنا كنا نتكلمه ما قاعدين يتكلمون الآن، تغير شوي، كل شيء تغير، مو بس شوي، يعني تكلم عربي يكلمك إنجليزي. فهذا احنا ما كان عندنا شيء، هذا كنا نحتفظ في لهجتنا ونعتز فيها وفي كل مكان نتكلم فيها. أي خالف ما يمنع أتعلم وأدرس وأدرس لغات وأدرس كل شيء، لكن أساسياتي هذه أساسيات الهوية الوطنية، الهوية الوطنية اللي ما أول ما تالي، فالإنسان ما يطلع من ثوب أبوه. فهذه مهمة جدا، هذه يعني لازم ننتبه لها. الآن وين نادر لما تشوف الشاب لابس السداشة وقطرة وعقال، فكله بنطرونات هذا يعني أشياء دخيلة. لكن أنا إحساسي إنه راح يجينا وقت إن هذه كل الأمور هذه تزول ونرجع إلى عاداتنا. زين أنتوا قبل أيام الشباب ما تلبسون كذي؟ نلبس في سفراتنا وفي رحلاتنا وفي الديرة إذا تطلب الأمر، إذا تطلب الأمر تلبس. مثلا عندك مع الفرقة الموسيقية ما لازم تشارك، تماشي الفرقة الموسيقية لازم تلبس مثلهم. قبل شوي قلت إن شاء الله راح نتناقش بموضوع التلحين أكثر وأكثر، لكن لما يكون في لقاء ثاني توعد مشاهدين تلفزيون الكويت وبرنامج ليالي الكويت أنك تكون معنا بحلقة؟ إن شاء الله، بس إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعطينا الصحة والعافية اللي أقدر أشيل عمري أقدر يا أوصلكم يا توني بالبيت ونقعد أنا مع بعض بالدوانية ونسولف على كيفنا ونقول لعنا به أريح لي وأريح لكم. صحتك طيبة ما فيك إلا العافية، نبيك تزورنا إن شاء الله بالبرنامج، قول إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يقدرني وإن شاء الله يوفقني للشيء هذا، وأنا أشكر لكم هذا اللقاء وأشكر لكم هذا الاهتمام، والله يرحمكم ويرحم والديكم. وكذلك لا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى والدنا الكبير صاحب السمو الشيخ صباح العمد رحمة الله يطول عمره ويطول بعمره، اللي اهتم فيني ورحت سخر لي رحلة العلاج اللي طلعت فيها وتعالجت على عن طريق الديوان الأميري ولله الحمد. أشكره جزيل الشكر وأشكر كل من سأل عني وكل من واساني وكل من الناس تعنوا لي، يعني حتى هناك في لندن يوني، فأشكرهم جزيل الشكر. والحمد لله أنا نفسيتي مرتاحة ومرتاح وقاعد أتشافى وتعافى يوم عن يوم، الحمد لله مشكورين. احنا برنامجنا ليالي الكويت، نبيك تطالع الكاميرا وش تقول لهم كلمة حق مشاهدينا؟ أقول الله يطول عماركم ويجزاكم الله خير على سؤالكم عني واهتمامكم فيني، وأوعدكم إن شاء الله أني لا أتوقف عن العطاء طالما أني موجود وطالما أني أشم الهواء، وعسى الله إن شاء الله يعيدنا وياكم على خير ويوفق الجميع يا رب. مثل ما شفتوا مشاهدينا مع الملحن والموسيقار الكويتي للحن النشيد الوطني من حفل استقباله بعد عودته من رحلة علاج العم إبراهيم الصولة، عسى الله يعطيه الصحة والعافية، ونقول وطني الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعدي. عودة للاستديو. يقولون بأن الأشعار اللي تكتبها مو أنت اللي تكتبها. السياسة تشد والفن يرخي وأنا ماسك العصا بالنص. ليالي الكويت جوك ولا مو جوك؟ أبو جوك. شنو يعني لك هذا؟ حب وعشق في كل بيت، هذا برنامج ليالي الكويت. تابعوني في برنامج ليالي الكويت على تلفزيون دولة الكويت. الأستاذة شيمة عايد خميس العنزي أول امرأة تترأس مجلس إدارة جمعية تعاونية، إذ فازت بعضوية مجلس إدارة جمعية شرق التعاونية عام 2014.
تم تزكيتها لرئاسة لجنة المشتريات في الجمعية إلى أن وصلت إلى منصب رئيس مجلس الإدارة، كما أنها حاصلة على درجة الماجستير في القانون وعملت مستشارا قانونيا في وزارة الكهرباء ومراقب الشؤون القانونية بالوزارة. الأستاذة شيمة العنزي ضيفة ليالي الكويت الآن. شكرا لزميلنا محمد الوسمي على هذا اللقاء، وإن شاء الله راح يكون معنا بعد قليل. ناطرينك يا محمد. مشاهدينا اليوم وصلنا لفقرة في ضيافتنا اليوم أول كويتية تترأس جمعية تعاونية. معنا اليوم شيمة العنزي، أهلا ومرحبا فيك في ليالي الكويت. أهلا فيكم وشكرا على الاستضافة الكريمة، وإن شاء الله اللقاء يكون مفيد وخفيف على المشاهدين. أكيد إحنا سعداء جدا ومستغربين صراحة من وجودك كرئيس الجمعية التعاونية. فزتي بانتخابات ولا من خلال الشؤون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء، ما في شيء ممكن نستغربه في دولتنا الكويت، دولة الديمقراطية واللي المرأة أخذت حقها فيها تقريبا كل حقوقها، ودخلت كل المجالات الوظيفية المختلفة بما فيها العسكري. بالنسبة لي أنا طبعا دشيت مجال الجمعية التعاونية أو مجال العمل التعاوني من خلال الانتخابات، رشحت نفسي ونجحت في الانتخابات الحمد لله. هذا بعد أقوى شيء. ما شفت شلون أنا هاي ناطرتها أنا ناطرة. في الفترة الأولى كانت انتخابات 2014 كنت عضو، وتم اختياري رئيسة لجنة المشتريات. في التشكيل الثاني 2015 تم اختياري من قبل إخواني أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية رئيس مجلس الإدارة. الفترة الثانية اللي هي كانت شهر 2/2/16 تم اختياري لفترة ثانية رئيسة مجلس الإدارة. شلون قدرتي تقنعين؟ يعني تعرفين احنا مجتمع ذكوري، لكن انك انت تكونين اول رئيسة لجمعية تعاونية، والجمعية التعاونية كلها ما شاء الله يعني انتخاباتها دائما ريايل يعني، او انك تترئسينهم قرارات اجتماعات، شلون قدرتي تدخلين هالمجال هذا وتقنعينهم فيك؟ الحمد لله الرجل الكويتي يتميز بعقلية مفتوحة وثقافة عالية ما شفت فيها صعوبة. يعني أنا حتى دخولي في مجال الانتخابات والعمل التعاوني بناء على فكرة من أخوي، هو اللي عرض علي الفكرة كان داعم. وعرضها في الأخوان في المنطقة، وما شاء الله عليهم كلهم أيدوا ورحبوا وقفوا معي وقفة أنا أشكرهم عليها. تحية لأخوك، يعني عشان تعرفين غادة أنه مو بس وراء كل رجل عظيم امرأة، انت قلبتي الايه وراء كل امراه رجل عظيم. بالفعل. اختي شيمة، لما نتكلم عن مجتمع ذكوري وكذي، الجمعيات التعاونيه يعني تشمل المنطقه بصوره عامه وفيها خدمات اجتماعيه مهمه، وجود امراه على راس هذا الكيان الاجتماعي ايضا يعطيه زياده، يعطيه يعني ايجابيه اكثر، لان المراه تكون عارفه اكثر لمتطلبات صحيح. الاسره الكويتيه صحيح. هي طبعا دائما المراه اللي هي لمستها الانثويه تضفيها على كل مجال او كل مكان تكون فيه. طبعا يمكن هذا الشغلة وجودي كأنثى صار نفس صمام الأمان في الجمعية. أول شيء في الاجتماعات المجلس الإدارة الإخوان كلهم، إحنا طبعا تسعة ثمانية رجال وأنا الوحيدة بينهم، لابد أن تحصل في مناوشات، في لكن وجودي كامرأة بينهم يجعل في نوع من زيادة
زيادة الاحترام بينهم، وحتى لو صارت مشكلة الحمد لله فضل رب العالمين قادرة أني أنا أحلها في لمسة الأنوثة، في طبيعة الأمومة، في طبيعة المرأة، الهدوء والتفاهم، عدم التسرع في القرارات، السماع لجميع الأطراف، محاولة بأي طريقة أني أحل الخلاف بحيث أنه ما يتشعب وما يكبر. طيب بما ذكرتي أن يعني هذا الشيء انت حسنتي بمنصبك، هذا شلون قادره تنسقي ما بين شغلك وما بين بيتك وحياتك يعني والتخطيط لقدام؟ والله شوفي احنا يمكن العمل التعاوني وايد قاعد نلاقي فيه صعوبه، لكن الحمد لله اللي يقدر ينظم وقته. يعني احنا اول شيء قاعد نشتغل بالإضافة إلى عملنا في الحكومة، أنا يعني أشتغل في وزارة الكهرباء. نعم. أطلع الصبح أحيانا الساعة 7 أمر الجمعية ساعة وبعدين أروح دوامي، بعد ما أخلص الدوام الساعة 2 أرجع الجمعية إذا في شيء يبون لي للبيت أساس أنه ما يتعطل. لكن الحمد لله أنا بالنسبة لي أولادي الله يحفظهم كلهم كبار، اثنين منهم يدرسون برا والبنت موجودة عندي، بالعكس هم قاعد يدعموني ويساعدوني، وحتى لما أتضايق من شيء لا ماما خلي أنت قدوة لنا، أنت لا تتضايجين لا يعني. فالحمد لله قادرة أوفق بين، بالإضافة ترى في دراسة أنا قاعدة أحضر دكتوراه حاليا، ما شاء الله. فالحمد لله الله يعني أعطاني القدرة أني أنا أوفق بين كل الصليات. ما شاء الله عليك بعد أختي شيما، أنت بعد عندك موهبة، موهبة كتابة الشعر. إيه هذا يضاف أيضا لمواصفاتك. إيه يعني أنت امرأة فوق العادة نقدر نقول. والله الحمد لله هذه نعمة من رب العالمين، وأنا أشكر وكيل وزارة الشؤون الدكتور مطر المطيري لما رحت في مقابلة معه أول شيء قال لي حي الله المرأة الحديدية، قول لي أنا مسميك المرأة الحديدية. طبعا استعرنا هذا اللقب معروفة في مارغريت تاتشر، بس شرف لي أن لقبت في هذا اللقب من يعني شخص يعتبر على رأس الهرم التعاوني اللي هو وزارة الشؤون. بالنسبة للموهبة حتى مو بس كذي، لا هي خريجه حقوق، حقوق يعني قانونيه، مو بس انها قانونيه وشاعره ورئيسه جمعيه، يعني ما شاء الله الحمد لله فخر الكويتيه. يحق لنا ان نفخر بالكويت اللي اعطتنا هالفرصه هذه وطلعتني فيها المجال هذا او في المجالات المختلفه. نعم جميل جدا، بس عاد احنا ما راح نخليك الا لازم تسمعينا شيء من ابياتك الشعريه معانا فرقه بعد، ممكن شويه تقسيم هو اللقاء خاص بالعمل التعاوني يعني بالنسبه للشعر. ايش رايك؟ لان الاخوان طالبين يقولون لازم. الفكره ترى انا من زمان يعني تقريبا متوقفه عن الشغل. بس لويتين حتى. ان شاء الله. الليل له طبعا مكانه خاصه عند الكل وبالذات الادباء سواء كتاب او شعراء، ففي قصيده في الليل. حلو، واحنا من اجمل ليالي ليالي الكويت. ليالي الكويت فعلا. الليل الليل له ربكة معاني تناديه، من عنفوانه كل نجمة تضمه، وانا عشقت الليل من عشق مغليه، مثلي تمر الليل وتلد يمه، الليل فيه من الخفاء سر نخفيه، ومن الورود الياسمين ونشمه، لو نعشقه ما نعشقه في مباديه، نعشق دجاه من الشتات ونلمه، فيها من كثر عشق الليل أناديه يمه. صحة سلامتكم. هذا شيء بسيط وسريع. نعم يعطيك ألف عافية صراحة. نرجع للعمل التعاوني، أتوقع وايد الحين من المشاهدين خصوصا من سكان منطقة الشرق قاعد يقولون إن شاء الله عاد يكون الجمعية فيها تجديد وتنويع، وشنو الأشياء اللي ممكن تقدمينها لأهل المنطقة؟ والله إحنا يعني في لنا خطة، طبعا أنا وإخواني أعضاء مجلس الإدارة في عندنا طبعا في إنجازات سويناها خلال السنة هذه، وفي خطط مستقبلية. الخطط المستقبلية عندنا نعمل الحين على توسيعة السوق المركزي وإضافة أنشطة غير الأنشطة الموجودة، زيادة فروع الاستثمار فيهم، بعد نعمل على أن نحصل نفتح فروع ثانية غير عن السوق المركزي، في تفكير وتخطيط لرحلة عمرة للمساهمين،
في طبعا بعد اللي هي رحله شاليهات ان شاء الله هم قاعد نعد لها في انجازات طبعا سويناها. كان في حفله المتفوقين مهرجان تسوق عملناه في شهر 12 يعني، وان شاء الله الله يقدرنا ان احنا قاعدين نحاول ان نخدم المساهمين لان ما حطينا الا لخدمتهم، لكن يعذرونا لان احنا محكومين في لوائح وقرارات الشؤون، يمكن المساهم ما يعرف احنا ايش كثر نعاني. وكل شيء ان هي حتى هي يعني تنحط تحت ضغط مقارنه بالمنصب هذا يعني المنصب هذا لذكور طبعا معروف هالشيء يعني، وخاصه انت جيتي كامراه فالعين عليك، فان شو راح تقدمين انت يعني بهالمنصب ان انت امام تحدي. هو تحدي كبير، العمل التعاوني بحد ذاته تحدي كبير، ويمكن اكبر تحدي احنا قاعدين هذا مثل ما قلت وزاره الشؤون، لاني انا صراحه يمكن اعتب على وزاره الشؤون ان هي مظله الجمعيات التعاونيه، لكن ما قاعد نشوف منها المساعده، يعني انا يوم الخميس يمكن من الصبح للساعه 10 بس ابي اقابل مسؤول علشان في عندنا مشاكل ومعاناه للجمعيه او للعمل التعاوني، مو بس انا يمكن كل الاخوان رؤساء الجمعيات قاعد يعانون الشيء هذا. طبعا في تعاونيين دخلوا المجال ما عندهم اي فكره، كان المفروض على وزاره الشؤون انها تعمل دورات، يعني مثلا عندك اليه الشراء المباشر للخضار، هم الشؤون هدفها انه تسهل على المساهم ويشتري الخضار والفاكهه بارخص الاسعار. اعطونا تعميم لكن ما في، ما عرفنا شلون نطبقه، ما انشرح لنا. يعني انا اللي عشان اطبقه ولا، وفي انذار يعني لازم تطبقه ولا انت لك في اجراءات تتخذ ضد الجمعيه. يعني انا عشان اطبقه حددوا لنا شركات معينه. رحت لها واحده واحده. حضرت المزاد، يعني انا المراه الوحيده بين الريايل عشان اعرف شلون اطبق والحمد لله فضل رب العالمين قدرت يعني اطبق. يعني نقص التوعيه تقصدين؟ إيه ما في توعيه فعلا، يعني ما احنا تجربه العمل التعاوني الكويتي تجربه مميزه وقديمه، لكن مو كل واحد عنده اطلاع او فكره تامه. اوكي انا اقرا قانون اقرا لوائح لكن غير عن التطبيق. فهذا يعني المفروض ان الشؤون والاتحاد الجمعيات كلهم دور في هالامر هذا. انتم قدها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. احنا طبعا نتمنى ان شاء الله ان المسؤولين في وزاره الشؤون يفتحون الابواب خصوصا الجمعيات التعاونيه من اهم المراكز عندنا بالكويت واللي الاسره الكويتيه يعني احتكاكها فيها مباشر. أكيد. اكيد هذا انا يعني من خلال قناه التلفزيون الكويت يا ليت يسمعون هالشيء هذا. يعني في ناس قاعده تتوجه الى القنوات الخاصه، انا من حسن حظي واحمد ربي واشكره واشكركم انتم ان صار لقائي في تلفزيون اكيد الكويت. وتلفزيون الكويت فاتح ابوابه طبعا للجميع، وشكواكم ان شاء الله تكون وصلت للمسؤولين ان شاء الله. نتمنى نشوفك ان شاء الله في لقاءات قادمه ان شاء الله. وعاد اكيد اهل شرق يقولون في عروض ولا ما في عروض؟ لا اكيد ان شاء الله. امشي العروض يا غاده. احنا الحين ان شاء الله في صدد عمل حق رمضان يا رمضان، السلع الرمضانيه وتوفيرها لهم ان شاء الله باسعار مناسبة في متناول يدهم. شكرا لك. وانا اشكركم على هاللقاء. شكرا لحضورك. سعدت جدا في لقائي مع حبيبتي. شكرا لحضورك. شكرا لكم. شكرا لحضورك. مشاهدينا بعدنا مكملين فقراتنا، راح يكون معانا اصغر مخترع كويتي لكن بعد البريك. Thank you.
الدكتور حمد رشيد وزوجته الدكتورة سعاد الزيد يتحدثان عن مسيرة زواجهما السعيد وكيف نجحا معا وأسسا شركتهما الخاصة في مجال التدريب والتطوير. الدكتور حمد رشيد والدكتورة سعاد الزيد غدا في ليالي الكويت. الفنان حمد المانع بدأ مشواره مع الغناء سنة 2000 واستمر في صعود سلم النجاح. لا تبتعد رجوك ويهدي ليالي الكويت أحدث كليب جديد له. انتظروا حمد المانع معنا في ليالي الكويت مساء الأربعاء. المخرج المبدع نواف بن سالم الشمري بدأ اجتماعات مكثفة مع فريق عمل برنامج الرمضاني المرتقب سناب آت مع الشاعر الكبير ساهر والملحن المبدع مشعل العروي. والبرنامج كوميدي كما عودنا المخرج نواف سالم الشمري وساهر ومشعل العروي في أول تعاون لهم قبل 20 عام في برنامج فضائيات. وبرنامج سناب آت من بطولة هيا شعيبي، نور العميري، لول والملة، أحمد العنان، سلطان الفرج. ويرأس فريق كتابة النص المؤلف بدر محارب ويشارك فيه محمد الكندري وجاسم الشطيلي. انتظروا سناب آت على شاشة تلفزيون الكويت خلال دورة شهر رمضان. المخترع الكويتي الشاب ناصر عيسى الجيماز 16 عام أصغر المخترعين المشاركين في معرض جنيف الدولي للاختراعات، حاصل على الجائزة الفضية في مجال حماية البيئة عن اختراعه لآلية جديدة لتقليل عادم ثاني أكسيد الكربون في الجو. المخترع ناصر الجيماز ضيفنا في ليالي الكويت الآن. مشاهدينا الكرام، شفنا بالإعلام الدولي وأيضا المحلي والعالمي خبر منح معرض جنيف الدولي للاختراعات جائزة الفضية في مجال حماية البيئة للمخترع الكويتي الشاب الصغير، عسى الله يحفظه إن شاء الله، ناصر عيسى الجيماز، تقدير لابتكاره آلية جديدة لتقليل عادم ثاني أكسيد الكربون في الجو. نقول حياك الله أنت ووالدك. الله يحييك. الله يحييكم. يا هلا مرحبا فيكم بليالي الكويت. يعني اخترت كاربون دايوكسيد. إيه. إيش معنى؟ والله كاربون دايوكسيد موجودة في كميات كبيرة بالهواء، ولا الإنسان ولا البيئة يحتاجونه، فقررت إني أشيله وأحوله من لا شيء إلى منتج. هو طبعا أكيد له خصائص يعني مميزة، يعني معروف إن كاربون دايوكسيد إنه هو غير قابل للاشتعال، تقدر تستفيد منه بشغلات كثيرة بالحياة، لكن أنت بالتحديد شو استفدت منه باختراعك؟ كلمنا عن اختراعك وقول شلون استفدت منه. أنا بداية أول شيء بديت إن شفت الناس ياخذون ثاني أكسيد الكربون وينقونه وياخذونه يشيلونه من الهواء، فقررت إني أحوله من شيء ضار إلى شيء نافع. ما شاء الله. واللي هو البلاستيك. حلو. وخذيت ثاني أكسيد الكربون لأنه مو بس موجودة بكميات كبيرة، لأنها شيء تأذي المصانع وإن يدفعونهم فلوس على التلوث البيئي اللي يسوونه، فهذه توفر على المصانع
وتساعد البيئة. حلو. شيء حلو هذا محمد إنه يحول التلوث هذا لشيء إحنا نستفيد منه. نعم. يعني كربون دايكسيد أوكي صح إنه هو مفيد لكن أيضا هو مضر. فهو حول المضرة إلى شيء مفيد. أكيد. يعني كثر هذا شيء حلو. يعني شاب صغير ما شاء الله نفتخر فيه حقيقة ومفخرة كويتية إنه يعني يسحب أو ينظف التلوث البيئي اللي موجود عندنا لا ونستفيد منه التلوث هذا المادة اللي يستخرجها نستفيد منها ويحولها إلى بلاستيك. احنا حقيقه فخورين فيك لكن اسمح لي بنتقل الى والدك الاستاذ عيسى الجيماز ابو صالح حياك الله. الله يحييك. انا ككويتي اليوم افتخر وكل نشوه فخر حقيقه بولدك عسى الله يحفظه. الله يبارك. شنو شعورك؟ والله شعور كل كويتي صراحه امانه يفرح بحق الكويتيين كلها يعني مو يعني اتمنى كل والد كويتي يعني انه يسوي يعني يصنع من اجيال عشان تمسك الامور هذه. حلو. فنتمنى ان شاء الله والحمد لله انا يعني وهي فرحة للكويت اول شيء اكيد بلا شك وللكويتيين واهله والناس القائمين اللي ساعدوه يعني في ناس بصراحه لازم نذكر اساميهم مثل الاستاذ عبد الله اليتيم هو ما ذكر ابو دكتور ادم الملا يعني امانه ان شاء الله راح يقولها ان شاء الله هذيلا صراحه امانه لهم جهود جباره وياه حلو يعني ايش كثر مفتخر وهذا لاحظه بعين يعني والده انه فخور فيه لان خاصه ان ولدك يعني خذ المركز الثاني من ضمن 40 دولة كانوا مشاركين في ال و1000 مشترك مخترب بعدين ما شاء الله بالضبط يعني ايش كثر هالتحدي هذا؟ ايش كثر قلبك الحين كبران في ولدك يعني؟ هو حتى هو صراحه عنده عمه اخوي احمد الجيماز هو طبعا بشركه البترول شركه الكم بي سي نابض المنتدب نعم هو كيميائي بعد يعني فينا عرج شوي على قولته يعني عائله يعني كيميائيه يعني إيه هو عمه يعني ما شاء الله هم بعد من نوع اللي يبدع بالشغلات هذه حلو حلو ابو صالح ناصر من اللي قاعد يدعمك لحظه بلحظه ومن اللي امن فكرتك ان شاء الله انت راح تكون مخترع وتقدم شيء مفيد للعالم مو بس للكويت والله الصراحه اكثر ناس شجعوني اهلي وبعدين الاستاذ عبد الله اليتيم لانه هو اول واحد خلاني داخل القسم وخلاني احب الكيمياء. بما انك ذكرت تحب الكيمياء، حابب تكمل كيمياء في المستقبل؟ ان شاء الله. ان شاء الله، ربعك شلون؟ هواياتهم ميولهم مثلك ولا غير؟ كلهم ميولهم علميه وفي منهم ميولهم غير علميه بس يحبون الكيمياء ويحبون انهم يشتغلون على المشاريع وعندهم افكار. في في في, في مخترعين شيء احدهم شارك وياك بال لا للاسف انا الكويت الوحيد اللي شاركت بمعرض جنيف بس في مخترعين قراب علي وحابين يشتركون حلو بسالك شلون تقضي يومك؟ يعني ما شاء الله احنا اذا عليك امتحان تقعد 4 ساعات 5 ساعات وماسك الكتاب وتقرا معوذات وما ادري ايش تسوي واذكار عشان بس انك تتجاوز مرحله الامتحانات هذه ايام الثانويه صح. انت شلون تقعد؟ اختراع قبل لا تجاوب انت كنت تسوي كذي؟ طايش يعني اكيد ترى شيماء ما تذاكر بس كذي لا شاطره بعض المرات ترى مو شرط مذاكره هي الاستيعاب تقنع انك مذاكره هي الذاكرة استيعاب عندها 100% شيماء ما شاء الله ما شاء الله بعض ما عندكم فصدق شلون تقضي وقتك؟ في ساعات معينة تقضيها عشان هو أنا من كنت صغير تعلمت إني أروح النادي بشكل عام حلو فمن وأنا صغير حبيت أخلص شغل المدرسي سريع عشان على طول أروح النادي وأقعد أبتدي ما تروح يا ربك تلعب كرة لا يعني هذا لا يكون والد ما يخليك لا مشكلة دراسة يعني ما شاء الله عليهم منظم الحمد لله يعني أول شيء صلاة شاطر في كل المواد أنا بيعرف من أبوك شاطر في كل المواد ولا بس المواد العلمية هو بالمدرسة ما شاء الله في المدرسة الكويت الإنجليزية هو بنت التوب يعني حلو في طبعا هم عندهم طريقتهم هم التنسيق فينا يحطونهم على حسب التدرج فهو لا زال الحين بنت التوب في المدرسة يعني الحمد لله محافظ على دراسته محافظ على صلاته محافظ على بيته حمد. وهلا أموره كلها زينة الله يبارك لك إياه يقولون من الشروط أن داخل الكويت ان لازم يكون المخترع عشان يعترفون بالاختراع اللي مسويه لازم يكون من سن معين لكن مركز صباح الاحمد للموهبه والابداع سووا استثناء عشان ولدنا هذا الكلام الحمد لله بشرونا فيه لان كنا نحاول نسجل اختراع واختراع مسجل في وزاره التجاره نعم بس طبعا وزاره التجاره مختصر على الخليج مختصر على الخليج على الخليج بس نعم. طبعا بس المركز صباح الاحمد ينعد دولي ما شاء الله اي فكنا بنسجله فقالوا له من 18 سنه بس الحمد لله وصلنا خبر انه راح يستثنون عشان
في دعم للشباب، وان شاء الله هذا الاقوى فيهم ترى اكيد يعني. ما حكومتنا الرشيده ما شاء الله اهم شيء عندهم الشباب ودعمين للشباب، وان شاء الله قاعد نشوف ثمار هذا الدعم حق ولدنا ناصر. انت ابو صالح ما اخترعت شيء وانت صغير؟ والله انا راعي بحر الصراحه، حط بالبحر اخترع بالبحر شغله، بس احنا حطينا همنا بعيالنا ان شاء الله، وكلهم يعني من عيال من صغير، وعندي صالح ما شاء الله هذا شيء مبين يعني، عندي صالح تو، وعندي بعد هم بعد عندي عندي سعد وعندي عبد الله، وبدر كلهم بامريكا يعني، هو ما شاء الله من حصل ان شاء الله، وكلهم قريب يتخرجون ان شاء الله يجون حق الكويت وتشوف ان شاء الله. لما اخذت الفوز هذا والكويت كلها فرحانه فيك والحكومه والشعب كله يتغنى باسمك وهو مفتخر، الوالده لما بلغتها بفوزك؟ والله الصراحه هذا الفوز كل من فرح وياي، وهذا الفوز اهديه حق الشعب الكويتي وعلى راسهم صاحب السمو صباح الاحمد الصباح، وبعد اللي اسرتي وحق النادي العلمي الكويتي وعلى راسهم استاذ عبد الله اليتيم والدكتور ادم الملك الوالد. لا قال اسرتي دافع عنه، يدافع عنه دائما يحب يشاغب هو. هاي محمد شوف لسانه ولا من لسانه حاطه قبر قاعد له قاعد له هو. شوف دائما يقولون ان افضل استثمار او احلى استثمار بحياه الام والابو عيالهم. نعم. هذا استثماركم الحقيقي، تعبكم وتربيتكم وسهركم الليالي عليهم هذا افضل استثمار ان شاء الله. الله يرحم ابوك. عندي بعد واحده نسيناها ترى نقول عنها، منو؟ بنتي الغاليه منيره. منيره ايه اي منيره مخترع شيء؟ لا بتخترع ان شاء الله. ان شاء الله تحيه لمنيره وان شاء الله راح تكون بليالي الكويت ان شاء الله. منيره نبي شيء يعني اختراع جميل يفيد المراه الكويتيه، البنت الكويتيه، مصير المراه الكويتيه محمد الوسمي. زين والله شيء حلو. بسالك سؤال، ايش تعني لك هالورقه هذه ابو صالح؟ هذا وسام. وسام اول شيء للكويت والشعب الكويتي، وولدي يعني ان شاء الله جاهد فيها، هذا اهم شيء يعني، الحمد لله رب العالمين، فضل الله توفيق رب العالمين ان شاء الله. عسى الله يحفظه. زين ابو صالح ليش ذكرت بس منيره؟ لانه ما حبيت الا بنيه واحده. عسى الله يحفظها ان شاء الله. هذه اقول دلوعتها انا قلت عسى الله يحفظها ان شاء الله، ويحفظ ام العيال ويحفظ عيالك كلهم. ام العيال كثر ما نتكلم عنها ما نوفي حقها. يعني كل الشكر كل الشكر يعني لحضوركم اليوم، ان شاء الله منها وللاعلى يا رب ان شاء الله، وتفتخر فيه اكثر واكثر وكل عيالك. بارك الله. وشكرا لحضوركم لاهل الكويت. مشاهدينا بعدنا مكملين لكن بعد البريك. يقولون بأن الأشعار اللي تكتبها مو أنت اللي تكتبها. السياسة تشد والفن يرخي، وأنا ماسك العصا بالنص. ليالي الكويت جوك ولا مو جوك؟ أبو جوك. شنو يعني لك هذا؟ حب وعشق في كل بيت، هذا برنامج ليالي الكويت. تابعوني في برنامج ليالي الكويت على تلفزيون دولة الكويت. الجامعية المكتشكن. بس طريقة الكلام ما تقلدين الغرب فيها حتى ببرامجك. Oh my god لازم. لجأتي بعد هالمشكلة إلى طبيب نفسي. طبيب نفسي عشان صرت متعقدة. أنا عندي مشكلة أكون ماما أنيسة يوم من الأيام. أنتي طيب ما قدرتي تربينا شلون عيل؟ نعم. على طفل. نعم مخرجنا وينك هذا؟ ليش تسمح له يقول شذي كلام؟ تابعوني مع عبد الله بليالي الكويت باريس.
مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا الليلة، إن شاء الله تكونون استمتعتوا معنا، نشوفكم على خير في الغد إن شاء الله. سلام عليكم. إلى اللقاء. مع السلامة. تابعون باكر في ليالي الكويت، لقاء مع الكاتب سامي العثمان، ومعنا بعد شيخ النوري بطلة الكويت في رياضة الويك بورد، وأخيرا حوار ممتع في مجال التدريب والتطوير مع الدكتور حمد الرشيد وزوجته الدكتورة سعاد الزيد.